قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعظم الناس الصوفية التزاما بالأمر والنهي إلا قراءة الليلة. الصفحة رقم كم؟ الصفحة رقم 582 و503. ده كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. وعندنا مقطع هنا لأحمد داود قال شنو؟ قال عن الشعراني، بيمدح الشعراني أو ده هنا بيمدح في الشعراني، قال إن قال علمنا ده كله لو كبوا في معون وجابوا العلم في راس أحمد التجاني يفوت في راس عبد الوهاب الشعراني صاحب الكتاب ده. قال علم الفراس يفوت علمنا كله. الشعراني الشيل حافظ براه كلنا ديل كت الشيل حافظ إنه في راس لو يكبوا في وعاء واحد بس شعراني حافظ أكثر منه. نشوف علم عبد الوهاب الشعراني شيخ أحمد داود وشيخ الصوفية بتاعنا الليلة ديل 782 583 من كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. قال من الأولياء الولي رقم 19 في الجزء الثاني الشيخ علي أبو خودة رضي الله تعالى عنه. نشوف الجماعة دي أعظم الناس التزاما بأمر الله وسنة رسوله ولا ما يو. قال كان رضي الله عنه، طبعا كلهم أي واحد بيقول عن نفسه شنو؟ أحمد داود زاد وقال أنا زاد رضي الله عني. نشوف الحاصل، أنا حضرته كويس. قال وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة، يشوف مرتك ماشية بالشارع أو أمردا شافع كده يعني شكله جميل، راوده عن نفسي، قال للمرد أرزني بيك، دي المراودة. وقال للولد أعمل بيك عمل قوم لوط، ده ولي ودي كرامة، ده شيخ أحمد داود طوالي. طيب قال راوده عن نفسه وحسحس على مقعدته. أنا ما بفسر وأنت شنو؟ ما تقصر. قال وحسحس على مقعدته، أو ده الكلام تعرفوا جرى ليه؟ حسحس على مقعدته سواء كان ابن وزير أو ابن أمير ولو كان بحضرة والدي ذاته أو غيره، ولا يلتفت إلى الناس ولا عليه من أحد وقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء والإيمان قرنا جميعا في الحديث، فإذا رفع عدو ما رفع شنو؟ الآخر. صفحة 503 نزل قليلنا أدب ومعفنين شديد. قال من الأولياء ولرغم 323 هو الشيخ علي حسين أبو علي رضي الله عنه. طيب قال أخبرني بعض الثقات أنه كان مع الشيخ عبيد في مركب فوحلت المركب فلم يستطع أحد أن يزحزحها، زي في الهناية الخردة وحلت ما بزول قدر يحركها ذاته، فقال الشيخ عبيد أربطوها في بيضي بحبل. الكتاب ده ألفه منها يا جماعة عبد الوهاب الشعراني. أحمد داود قال عبد الوهاب الشعراني ماله؟ قال العلم الفراس لو جمعوا علم الناس كلهم كبوا في معون، وعلم عبد الوهاب الشعراني طلعوا كبوا في معون، علم الشعراني يكون أكثر من علم الناس الباقين شت. ده علم الشعراني وده علم أحمد داود لأنه مدحه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.